kaasi waxa ku xiga wiil kale oo asagana magaciisu yahay Farxaan Maxamed Cabdullaahi. Farxaan Maxamed Cabdullaahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني